افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي معرض أهل المدارس وسط مدينة الغردقة، وقال المحافظ إنه تم توفير كافة المستلزمات المدرسية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق بتخفيضات تتفاوت من 25 إلى 30% بالإضافة إلى الزي المدرسي. المعرض بيخدم كل المنتجات، هو مش فقط بيخدم بس مجرد الأدوات المدرسية، ولكن بيخدم الطالب نفسه، حتى المواد الغذائية موجودة بالنسبة للطالب، وأيضا اللبس المدرسي موجود، وده يمكن لفت نظري، واللبس المدرسي محطوط باسم المدرسة، وفي تنوع كمان أيضا في الخامات بتاعت الحقيقة أنا كنت قاصد إن أنا أقف مع الأهالي نفسهم المواطنين وأسألهم هل في فروق في الأسعار فعلا وجدوها عن ما هو موجود في السوق في الخارج، ويعني كلهم اقروا فعلا ان في نسب عاليه من التخفيض. بالنسبه هل هيتم افتتاح فروع اخرى في مدن محافظة؟